في تسريب جديد بدا أنه الأخطر من كل التسريبات السابقة، حرص زعيم حزب الدعوة نور المالكي على التلويح بالسلاح عبر التأكيد على أن المرحلة القادمة هي مرحلة القتال، وأنه على استعداد لمهاجمة مدينة النجف من أجل قتال مقتدى الصدر دفاعا عن التشيع على حد تعبيره. أنا أدري مقتدى الصدر أول واحد يستهدف أهلي لأنهم بهدلت أحواله، والعراق والتشيع ما أخذ يريد مقتدى الصدر، إذا عزوا الآخرين أنا ما عجز. وهذا المطلوب الآن. أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلح أو أخليه مستعد لمرحلة الحرجة، وما يدريك لعله أهجم على النجف. المالك الذي تولى رئاسة الحكومة لولايتين وطالما تبجح ببناء قوات أمنية تحمي القانون، قال إنه لا يثق بالجيش والشرطة، وأنه سيجهز فصائل موالية له بالسلاح لفرض سطوته على الحكم. ولحد أمس شانكو دعانا مصطفى الكاظمي من طلع قلت له اسمع، المرحلة القادمة قتال وكل يدافع عن نفسه. بعد شيء بي. وأنا أدافع عن نفسه. وأنا حاشد يا جماعة ترى القضية قضية قتال، المقتدى الصدر جاي يذبح ويصفخ مثل ما هو هيك. زين. الجيش والشرطة لا اعتماد عليهم. ما راح يسوون أي شيء. نحتاج إلى سلاح. قلت ساعدني أجلس وكان ما حجي إحنا الجيش والشرطة، قلت لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، أنا أحمي نفس النفس. على الجانب الآخر، ما زال الشارع العراقي يترقب ردة فعل مقتدى الصدر الذي رغم حديثه المتكرر عن رفضه للطائفية إلا أنه ما زال يقرب أبرز زعماء الميليشيات الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية لم ينسها العراقيون إلى اليوم. أما أبرز ردات الفعل فقد كانت بحسب ناشطين قيام عناصر تابعين لميليشيات الحشد بإغلاق مقر تابع لحزب الدعوة في بغداد، بينما يخيم الصمت على السلطات الحكومية والقضائية دون الحديث عن أي تحقيق في التصريحات التي تهدد بانزلاق البلاد إلى مستنقع خطير. التسريبات الجديدة تثبت مرة أخرى أن زعماء العملية السياسية على استعداد إلى إيصال البلد إلى الهاوية دفاعا عن مصالحهم ونفوذهم، فيما يرى ناشطون أن هذه التصريحات تؤكد أن سقوط الموصل وباقي المدن عام 2014 وانسحاب الجيش منها وما أعقبه من كوارث لم يكن إلا سيناريو تدميري قاده المالكي، ويحاول اليوم أن يعيده بطريقة أوسع وأكثر عنفاً.